نعم، أعتقد بالطبع هذا كان استجابة على الاغتيال الذي حدث ضد العقيد الإيراني. إيران شعرت بالتهديد من هذا الاغتيال وترغب بأن تظهر للولايات المتحدة، وطبعا لأن الولايات المتحدة بشكل عام قامت بإبرام اتفاقية مع إسرائيل، فهذا لا يشكل أي مفاجأة. إيران طبعا ستنتقم وتثأر لهذا الاغتيال. أؤمن أنهم لن يهاجموا أي مكان خارج العراق أو يثأروا من إسرائيل مثلا، لأنهم لا يريدون أن يصعدوا من الوضع في المنطقة الآن، ولكن ما أجروه لم يكن إلا أمرا رمزيا يستجيب بشكل رمزي الآن ويعرض أن وفاة العقيد كانت وفاة هامة، بالطبع الجنرال سليمان أيضا يعني كان هو أحد الأسباب. أيضا كل مرة يستجيبون بها يستجيبوا بهجمة معينة، كما في حالة الهجمات التي ذكرتها في البداية استجابوا أيضا عبر الهجمة أو عبر مصادرة بعض الناقلات الخاصة بالنفط. وهذا كان أحد أشكال الثأر الأخرى لهم، فهذا مقابل ذاك، هذا ما نرى هجمة مقابل هجمة، ولكن على مستوى لا يخلق تصعيد في كل الإقليم.